فوت. وصل شاهين آغا؟ وصل ريس. الأخبار منيحة ولا لا؟ في مشكلة. مليت من هالجواب، وينه؟ تحت ريس. شو يعني في خاين بيناتنا؟ هيك قال أبي، وأنا كنت موجود وقتها وما قدرت أفهم شيء أكتر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اللي شو قال لك؟ قال إنه هو ما عم يمد إيده لأي حدا، ولا حتى عم يضرب بأي حدا أبدا. هو رفيق بيخاف، ما بيفوت بقصص خطف أولاد. بمين مأمن هاد؟ اللي أنا فهمته هلأ يا خضر إنه في خاين بيناتنا، وهالشي أكيد، وهو مأمن فيه. مين رح يكون هذا الخاين يعني؟ أوزر بيك مثلا؟ ولا الأخ سليم؟ ولا السيد أحمد؟ ولا تيبي؟ ولا أتش؟ مين؟ مين هو أنا ما بعرف، بس إذا مو واحد من اللي عديتهم أنت هلأ، معناها أنت يا أنا يا أما واحد من عمومك. شو هالحكي شاهين آغا؟ كلام كبير مو؟ أنا هلأ ذكرت حالي حتى يا الياس، لا تنزعج كتير، بس اللي كيف الكل عندهم خبر بالعملية اللي رح تصير بكرة؟ كيف بقى؟ هو عم يحكي قال هاي الكلمة بالغلط. متأكد؟ ريها؟ شو فهمت هلأ من حكي يا ابني؟ أنا فهمت اللي قلته بالضبط بابا. لو كان في حدا رح يبيعنا، ليش هو ما بيقوم عن الطاولة؟ لك هذا أكيد ما في ذرة شرف، قاعد بيناتنا وعم يضربنا بظهرنا. اللي عمي بين اللي عديتهم أنا، بمين ما بتوثق؟ بالشغل السيء ما بوثق بحدا، بس الأسوأ إنه يبيعني اللي بوثق فيه. عن جد هذا أسوأ شيء عمي، بس ما تكون هاي لعبة من ألعاب أونال. قصدك أوزر يعني؟ ضمن هالحلقة هاي أقل شخص منعرفه أوزر بيك، وأقل شخص مرتبط معنا أتش. أوزر ما بيعملها، صرنا رفقات. هذا عدو بس بيلعب على الحبلين. هذا أونال بيك ما في حدا بيعرف شو بيعمل بهذا العالم أبدا يا خضر. اللي ما بيساويه اليوم رح يساويه بكرة. ريس، تيبي آغا بيقول كتير بيوثق بقاتش، وهاي مانا علامة خير أبدا. الزلمة قال على الطاولة إنه أنا بموت وما ببيع حدا، يعني أنا برأيي هالكلمة مو مبالغ فيها؟ تمام، بس ليش ليش هذا باع وهداك باع؟ إذا منعرف ليش هو باع رح نلاقي اللي باع. ريس، خلينا نطلب اجتماع جديد، واللي ما بيجي عليه بيكون هو الخاين. بالنتيجة في عنا عملية الصبح، وبسبب شخص الكل رح يموتوا. خليهم يموتوا، خليهم يموتوا. مدام في حية بيناتنا خليها تسمم الكل. هلأ نحن ما رح نعطي خبر لحدا؟ ما رح نعطي.
لأنه إذا ضربونا واحد واحد رح يبين مين هو الخاين واللي ما بصر له شيء هو الخاين. ما في حدا من هالقائمة مستوعب عقلي. مين منهم رح يتصرف مع هالإهانة؟ قوم ابني يلا قوم. أخ من هون للصبح إذا ما في أي حدا قوصنا برصاصة واحدة لازم نحن اتنين نقوص بعضنا، لأنه هالتهمة الكبيرة مستحيل إنه ينعاش معها.